يا دي النور يا دي النور، ده احنا زرنا النبي. تسلم يا فرغلي، عامر بحسك يا اخويا. الا قولي فين العروس، عايزين نشوفها. حاضر من عينيا، حاضر. يا توحيدي يا بنت، يا توحيدي، هات الشربات يا بنت. مساء الخير، الشربات اهو. الشربات؟ تعالى يا فرغلي اقول لك. امور يا فندم. مفيش نصيب يا فرغلي. روحي يا توحيدي. مفيش نصيب ازاي يا ست هاني؟ بقول لك عندي منال. منال؟ طب ماشي تشوف منالتي. هات يا بنتي يا منال، يا بنتي يا منال، هات الشربات يا بنت. انزل لي تاني يا فرغلي. مفيش نصيب يا فرغلي، انت قصيره قوي. روحي يا منال. انا فهمت طلبك يا ست هاني، يبقى مفيش غير تفيدي. يا بنتي يا تفيدي، يا بنتي يا تفيدي، تعالي هات الشربات. سنور يا عسل، بقول لك انزلي انزلي، مفيش ام النصيب يا فرغلي. روحي يا تفيدي. طب بقول لك ايه، سيبنا نروح نشوف. الدار دارك يا ست هاني. خدي البراميل، انا شفت ريق. خد يا بنت، خد اشربي بالريق. بسم الله. بتجيبهم منين يا خالتي دول؟ من المخزن؟ الا مخزن، عارفه لو قلت له هات لي قد دول ثلاث اربع مرات هتلاقيه جايبه. الراجل يا اختي هيتجنن، هيموت هيموت عشان يجوز بناته، علشان يكوش على قلبه كده. بس عفشين مفقعين كده. ما انا عشان كده ما عجبونيش وسربتهم. انا بقى طلبي حد زيك انت. حلو يا مقلوط، يروح الحاج. عيش يا حاج. روح هات لي جوزين حمام تاني، وما تنساش المشلتت. تأمري حمامه؟ لا يا اخويا، مش عايزه حمامه واحده، انا عايزه جوز حمام زي ما قلت لك. انا مش قصدي يا هاني، انا اقصد حمامي يعني فريره. طب يلا فريره، هات اللي قلت لك عليه. من عينيا. اهبل باين ولا غبي؟ كل يا خوخ، كل ده الاكل يفتح النفس. باكل اهو. لا انا مش شايفه يا حبيبتي، بس ما قلتليش بقى ايه رايك في شغلانتك؟ حلو بجد؟ طبعا حلو، ده احنا بنسطر البنات. يعني البنت من دول بدل ما تتعرف لها على واحد ويلوف عليها ويضيعها، احنا بقى بنجوزها بدري بدري، واللي تعمله يا اختي في الحرام بتعمله في الحلال، هو كله بسواد.